صباح الخير طلاب الصف التاسع، اليوم درسنا رح نبلش في الوحدة الأخيرة اللي هي السيرة الحضرية. رح نتعرف على سيرة مجموعة من المحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن هاي المحافظات اللي رح تكون في البداية اللي هي محافظة البلقاء، والمحافظة الثانية اللي هي محافظة الزرقاء، وآخر شيء محافظة مأدبة. هلا أول شيء رح نتعرف على محافظة البلقاء ومميزات العمارة القديمة في مدينة السلط. رح نبين أهم المعالم التاريخية في البلقاء، ورح أكيد نتطرق لمجموعة من المفاهيم الموجودة في الدرس ونوضح أي غموض موجود فيها. هلا أول إشي، محافظة البلقاء بتقع زي ما إحنا شايفين على الخريطة في الشمال الغربي من عمان على بعد 30 كيلومتر. مساحتها حوالي اللي هي 1119 كيلومتر. تشكل فيها أول مجلس بلدي عام 1878، وبتتكون من مجموعة من الألوية والأقضية، ومركز هاي الألوية والأقضية اللي هو مدينة السلط زي ما احنا شايفين على الخريطة، موقع اللي هي محافظة البلقاء. هلا الأهمية التاريخية للبلقاء كشفت الكثير من أو دلت المكتشفات الأثرية على قدم الاستيطان البشري في المنطقة، ويبدو أن منطقة الجادور هي بداية تأسيس مدينة السلط، ودلت الحفريات الأثرية على وجود آثار رومانية قديمة. في صدر الإسلام عرفت هذه المنطقة باسم البلقاء، وهي عبارة عن بوابة من بوابات الفتح الإسلامي لبلاد الشام. هلأ بعدين في العصر الأموي اكتسبت البلقاء أهمية خاصة نظرا لقربها من دمشق عاصمة الخلافة الأموية، وبرضه وقوعها على الطريق الواصل للحجاز. هون ألف وباء لتوضيح أهمية البلقاء، اللي هي أول شيء اكتسبت البلقاء أهمية نظرا لقربها من دمشق عاصمة بلاد الشام. اثنين اللي هي أو آسفة عاصمة الخلافة، وعاصمة الخلافة الأموية أكيد، ووقوعها على الطريق الواصل إلى الحجاز. هون أهمية اللي هي البلقاء. هلا إيش الحضارات اللي تعاقبت عليها؟ اللي هي العباسية، الأيوبيين، العثمانيين، هدول من أهم، والأموي. تمام، هون بس نحكي ارسم خط يبين تتبع الحضارات على أو تعاقب الحضارات على محافظة البلقاء. رح نحكي الأموي، العباسي، والأيوبي، والعثمانيين. هلا مدينة السلط هي المركز الإداري لمحافظة البلقاء، بتشرف على الضفة الغربية لنهر الأردن. هذا الشيء أكسبها أهمية استراتيجية كبيرة ومهمة. هلأ تعاقبت كثير من الحضارات على محافظة البلقاء، وأطلق عليها العديد من المسميات. ليش تعاقبوا عليها؟ تعاقبوا عليها لعدة أسباب. هم ممكن نحط سؤال علل، نظرا لوجود أو جودة المناخ فيها واعتداله، كثرة ينابيعها، واستقرار الإنسان فيها منذ القدم. هلأ في اسم السلط ورد خلال العقب التاريخية القديمة بعدة مسميات، سين ستة، ما هي المسميات؟ عندي جدر، عندي السلط، وعندي سالتوس. هاي مسميات لمدينة السلط أو للسلط، لمدينة السلط. وهي السالتوس كلمة لاتينية تعني الغابة أو الوادي المشجر. هلا المواقع الأثرية السياحية لمحافظة البلقاء، توجد في المحافظة عدد من المقامات، مثل اللي هي عدد مقام النبي يوشع ومقام النبي شعيب. هلا في عندي في البلقاء مناطق مميزة أو قلاع مميزة، مثل اللي هي قلعة السلط. هلا إيش أهم المواقع الأثرية والسياحية في محافظة البلقاء؟ واحد، تل الجدر، عندي خربة حزير، وعندي خربة النبي أيوب، وعندي كنيسة القدوس جارجس. هلأ يامس عندي هون مناطق تابعة للبلقاء، الشونة الجنوبية، دير علا، الفحيص، وزي، والبحر الميت. هلأ هدول المناطق أو التابعة لمحافظة البلقاء إدارياً. الشونة الجنوبية هي منطقة مشهورة بالزراعة، بتقع بالقرب من البحر الميت، بتشتهر بعدد من زراعة الحمضيات، اللوزيات، الخضروات، وفيها نصب تذكاري اللي هو مسمى بالجندي المجهول في منطقة أو بلدة الكرامة.
دير علاب تقع في الأغوار الوسطى، بتمر من خلالها قناة الملك عبد الله، سميت بهذا الاسم نسبة إلى الدير العالي الذي تم اكتشافه داخل تل أثري. الفحيص، الفحيص هي عبارة عن بلدة بتقع بين معان والسلط، بتشتهر بكنائسها وساتينها الخضراء، مزارع الزيتون ومزارع العنب. طبعا الأمثلة عليها عندي التعايش المشترك في الأردن، لأنه فيها بيسكن فيها عدد من الإخوان المسيحيين وعدد من المسلمين. زي هي من أجمل المناطق للتصيف. إيش يعني مصايف؟ مصايف هي المناطق التي يتم ارتدادها بالصيف لأجوائها المعتدلة صيفا، وتقع على الشمال من مدينة السلط، ويوجد فيها مقام النبي يوشع. البحر الميت كلنا بنعرفه، هو أخفض منطقة في العالم وأكثر المناطق جاذبة للسياحة، وبيشتهر بخصائصه العلاجية لأنه بيحتوي على الطينة أو الطين المعالج لأمراض جلدية متعددة. متحف السلط التاريخي، في عام 1990 تم ترشيح مبنى أبي جابر من قبل الجمعية العلمية الملكية كي يصبح متحفا ومركزا للزوار. طبعا احنا ذهبنا لهذا المتحف بزيارة مع طلابنا الأعزاء قبل ما يقارب سنة وسنتين، سنتين تقريبا، وشاهدنا المبنى بأكمله. أصبح هذا المبنى زي ما احنا شفنا أنه مشروع لتطوير السياحة أو السلط القديمة سياحيا، وبيهدف لإبراز الجمالية الطبيعية والمعمارية والتراث السلطي القديم، حيث أنه تم تجهيزه بشكل أنه بيظهر تعاقب الحضارات على مدينة السلط. التراث المعماري في السلط، السلط تتميز بأنه بالبيوت التراثية القديمة زي ما احنا شايفين بالصورة، ذات الوجهات الحجرية الصفراء لونها أصفر. تمام. اثنين، طراز معماري مميز بالأقواس الحجرية. تمام. ثلاث، تتكون هذه البيوت في الغالب من طابقين وتكثر فيها النوافير الأمامية. إذن هون سين أربعة اللي هو بماذا تميزت العمارة القديمة في مدينة السلط. أولا حكينا البيوت التراثية ذات الواجهات الحجرية الصفراء. اثنين، طراز معماري مميز بالأقواس الحجرية. ثلاث، عندي الكثرة النوافير الأمامية. أربعة، اللي هي تتكون هاي البيوت في الغالب من طابقين. هل هذا الطراز زاد وتوسع في الدولة العثمانية، واهتمت وزارة الثقافة بترميم البيوت القديمة حتى تظلها تشكل هوية السلط ومصدر جذب للسياح. هلا في عندي مدرسة اسمها مدرسة السلط الثانوية، هي أول مدرسة في الأردن. طبعا تأسست مع بداية تأسيس الدولة الأردنية. تمام. هلا هون نحط سؤال وضح أهمية مدرسة السلط. واحد، تخرج فيها عدد من الشخصيات الأردنية، تخرج فيها عدد من الشخصيات الأردنية، كان لها دور مميز في نشر الوعي السياسي والاجتماعي الوطني. وعندي آخر إشي، هي ميدان رحب لحراك ثقافي ونهض مسؤولية شعراء وأدباء وإعلاميون وسياسيون جاءوا من مدينة السلط. إذن هون بنحط سؤال يامس، وضح أهمية مدينة السلط. أنا هون نسيت أحطه، وضح أهمية مدينة السلط اللي هي تخرج فيها عدد من الشخصيات الأردنية اللي كان لهم دور في بناء الدولة الأردنية الحديثة. اثنين، لها دور كبير في نشر الوعي السياسي والاجتماعي والوطني في الأردن. ثلاثة، هي ميدان رحب لحراك ثقافي بينهض بمسؤولية شعراء وأدباء وإعلاميون هذه المنطقة. آخر شيء، في عندي ثوب المرأة السلطية مشهور زي ما احنا شايفينه في الصورة. هذا الثوب بيشير للهوية المحلية للسلط، بيمتاز من مميزاته اللي هي سين خمسة، حجمه الكبير جدا، لونه أسود غالبا، تزين شرائط زرقاء. تمام. مصنوع من القماش النيلي المصبوغ التي تمتد طوليا على جوانب الأكمام وحول الحاشية. هلا إيش ممكن تلبس المرأة السلطية في الشتاء؟ الجبة السلطية أو الدريعية. هدول فوق الثوب بتلبسه حتى يعطيها شوي دفء أو يشعرها بالدفء أو تدفى من خلاله. هيك ما يكون أنا أنهيت درسنا لليوم. شكرا لحسن استماعكم طلابي، وإن شاء الله بشوفكم أو لنا لقاء بالحصص القادمة.